قال محمد البهي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات إن الجلسة ناقشت عدة مقترحات من أهمها الاعتماد على الصناعة. أضاف البهي أن الحاضرين خلال الجلسة ناقشوا تعزيز الصادرات لعدد من الدول من خلال إنشاء عدة مشروعات. ولدينا طبعا مقترحات محددة في موضوعات كثيرة، ولكن كان أهمها اللي هي القضية الحيوية بالنسبة لمصر اللي هي الصادرات، وإحنا بنشتغل على هذا الملف من فترة. وأعتقد اتحاد الصناعات لديه 19 غرفة في كل القطاعات الصناعية المتباينة يعني، والمفروض ان احنا وصلنا جواب من الحكومة العراقية بيطلبوا كثير جدا من طبعا الصناعات المصرية، نتيجة ان ليهم تاريخ طويل جدا في التعامل معنا من عشرات السنين.